عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. حتى الرمق الاخير المنافسة في الثمانية كيلومترات هنا التوقيت الزمني 12 دقيقة 13 ثانية 4 أجزاء من الثانية الشاهينية لجنة أيضا الرئاسة بقيادة أحمد بن مايد الخيالي. تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني 12 دقيقة 13 ثانية 7 أجزاء من الثانية الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل والمميز. المركز الثالث 12 دقيقة 13 ثانية 7 أجزاء من الثانية نفس التوقيت مع شواهين لهجن الرئاسة وبقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس للجميع وتهانينا للشعار الأحمر اختطاف أربعة أشواط رئيسية. مشاهدينا الكرام في كل مكان والرفقة الطيبة مع انطلاقاتنا المسائية لهذه الليلة حيث خطفت هجن الرئاسة. أشواطنا المسائية برباعية مميزة مع الحمر الخطر. نسير إلى شوطنا الخامس والخاص بالزمول في هذه الانطلاقة مع هذا التحدي الأصيل والجميع والذي يجمع تحديات هذه الشعارات العملاقة. على بركة الله نسير بحضراتكم معلنين مواصلة النشاط والتنافس والتحدي بين هذه الأسماء في رحلة الناموس في رحلة الكبار في هذه الليلة. أتابع المقدم وأتابع شاهين على صدارة الشوط لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. سلهود يحتل المركز الثاني. تعود بالكيتل اسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر هنا طارش بن مبارك بالقوبع. انتقل إلى المركز الثالث وشاهد هاجس تعود بالكيتل لهجن الشحانية تسلل إلى المركز الثاني يضمر ويتابع محمد بن خالد العطية. بينما المركز الثالث الآن يأتي متعب لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان يضمر الصادق بن فضل الأمين يحتل المركز الرابع. المركز الخامس يصل هملول لهجن الرئاسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي من ظفر بثلاثية رئيسية في أمسية هذه الليلة. المركز الخامس أيضا المركز السادس هجن الرئاسة وكذلك هملول بقيادة قيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز السابع ذات الشعار يتقدم هملول لهجن الرئاسة ولا حلول لهذا الشعار مع المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. بينما في المركز الثامن يأتي شاهين لهجن الرئاسة وبقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. شاهين يحتل المركز التاسع من الجانب الآخر لهجن الرئاسة وثامن مراكز بقيادة المضمر المتابع محمد بن عتيج بن زيتون الأميري تاسعا. والمركز العاشر هذا اللي وصل الآن هذا المركز العاشر الفائز تعود بالكيتة من هجن الشحانية وتضميره جار الله بن محمد بن عقيل المري. هكذا هي النتيجة للمراكز المتقدمة من ذات الزمول في المنافسة ما شاء الله وفي تحدي أشواط أصحاب السمو الشيوخ منافسات هذه الهجن الأصيلة في ميادين السباق. تلتقي الشعارات يلتقي الجماهير والمحبين لهذه الشعارات ليتنافس في أرضية هذا الميدان. هذه الهجن الأصائل والجماهير بعد ذلك تعبر عن أفراحها ونواميسها عبر السوشيال ميديا من خلال مشاركاتهم هذه الشعارات وانتصاراتهم المميزة والعملاقة. أعود ليتابع المقدمة ما شاء الله شاهين يفرض نفسه ووجوده على ساحة المعركة وساحة التنافس لهجن
الرياسة مع المضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من قدم كذلك لنا يعني في انطلاقات صباح هذا اليوم الأشياء الجميلة، قدم في الصغار قدم في الكبار. نشوف المركز الثاني الآن اللي واصل يتقدم في هذه اللحظات، يريد عنوان المنافسة. ها هو متعب لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، يضمره ويتابع الصادق بن فضل الأمين، يتسلل مباشرة إلى عمق الميدان إلى المركز الأول. المركز الثالث هملول لهجن الرياسة مع المضمر علي بن جميل الوهيبي الهاجس من الجانب الآخر. ها هو هاجس يحتل المركز الثالث، تقدم إلى المركز الثالث هاجس لهجن الشحانية بقيادة العطية محمد بن خالد العطية. هملول في المركز الخامس لهجن الرياسة مع المضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي. المركز السادس الآن نتابع في هذه اللحظات كذلك هملول هجن الرياسة وياتي الظافر علي بن يميل الوهيبي من قدم كذلك هذا الاسم شاهين لهجن الرياسة، يحتل المركز السابع بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، بينما الفائز يحتل المركز السابع في هذه اللحظات أو المركز الثامن هجن الشحانية يضم رجال الله بن محمد بن عقيل المري. يا سلام يا البرنس يا البرنس، عودة كبيرة لهذا البرنس بمشاركاته وانطلاقاته، وأكيد انتظار الجماهير والعشاق بشغف نحو ألقابه ونحو انطلاقاته الموفقة. المركز الثامن بينما التاسع الآن سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبع شاهين لهجن العاصفة، يختتم هذا النداء بينما هو يحتل المركز العاشر. ياتي غياث الهلالي في المتابعة والتضمير. هذه العشر المراكز الأولى اللي ذعناها لحضراتكم، تبقت لدينا من خلال هذه المشاركة ثلاثة أسماء حاضرة من خلال المنافسة، ويحق لها التغيير في المشاركة، تغيير كرسي الصدارة في هذا الشوط. لكن نعود إلى هملول، غير الأمور غير الأمور مع منتصف الطريق لهجن الرياسة الآن يحتل المركز الأول، يحتل المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع هذه الانطلاقة لهجن الرياسة. ياتي الظافر علي بن يميل الوهيبي هاجس، ياتي على المركز الثاني هجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية. أما المركز الثالث هنا ياتي متعب لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان بقيادة الصادق بن فضل الأمين، يصل ويتقدم إلى المركز الثالث بينما هناك شاهين لهجن الرياسة يحتل المركز الرابع مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون الأميري. خامسا سادسا هملول لهجن الرياسة مع المضمر هنا علي بن يميل الوهيبي، والمركز السابع شاهين نقل إلى شاهين لهجن الرياسة مع سلطان بن محمد الوهيبي في التضمير. المركز الثامن يصل الفائز لهجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري، والمركز الثامن المركز الثامن اللي وصل الآن أو تاسع المراكز سلود لا يزال في تاسع المراكز سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في تضميره، وشاهين يحتل المركز العاشر لهجن الرياسة مع بن زيتون هذه النتيجة للعشر الأسماء المتقدمة حتى اللحظة أمام حزام الغابات. لكن هذه الزمول اللي تسير تبحث عن سجلاتها الذهبية، تبحث عن تاريخها العريق في مشاركاتها الماضية، اليوم تأدي لإنجاز آخر في منافسات أخرى بعدما شاهدنا الحمر الخطر سجل رباعية في هذه الأمسية، رباعية حمراء في ليلة حمراء في ليلة العمالقة لكن نعود إلى شاهين أو هملول لهجن الرياسة على قائمة الأبطال على قائمة الاتصال الأول في هذه اللحظة لهجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي ما شاء الله، بينما هناك يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات هاجس لهجن الشحانية، بينما في عملية التضمير ياتي محمد بن خالد العطية الذي حصل على الألقاب من خلال الأسماء الحوت والمشاغب والكثير من الأسماء التي لقب بها من خلال مسيرة حافلة بإنجازات وعطاء في ميادين السباق مع مشاركات قوية لهذا الشعار شعار هجن الشحانية، بينما هناك هملول يتقدم
يتقدم لهجن الرياسة، ياتي في التضمير علي بن يميل الوهيبي ايضا ينضم الى قاعدة بيانات هذا الشوط بالمشاركة الرسمية، بالمشاركة اللي يعني منتظرها العشاق من هذا الشعار. شوف المركز الرابع، وصلنا الى المركز الرابع، قادم متعب لسموه الشيخ محمد، لسمو الشيخ محمد بذياب بسيف. آل الهيان الصادق من فضل الأمين يتقدم بمتعب إلى المركز الرابع. المركز الخامس، وصل الفايد، وصل الفايد، بوابة العبور تعبر هذه الأسماء. هنا الفايز لهجنة الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري يحتل الآن المركز الخامس. المركز السادس شاهين لهجنة الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون الأميري، تقدم سلود خطوة إلى الأمام لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع في التضمير، هملول لهجنة الرياسة مع الظافر علي بن يميل لهيبي يحتل الآن المركز الثامن. المركز التاسع هجن العاصفة قادمة مع شاهين، وعاشرا شاهين لهجن الرياسة بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. هذه الأسماء اللي حصلنا عليها، هذه الأسماء اللي توصلنا لها في هذه اللحظات، لكن نعود إلى همزة الوصل، نعود إلى همزة الوصل بين المتسابقين، همزة الوصل ودبير سينج على المركز الأول. شوف شوف الآن على الصدارة ياتي هملول لهجن الرياسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي. يا سلام، بينما هناك الهاجس، الهاجس يحتل المركز الثاني. اهو جسمك وانا كلي لجلك شفيق والهان، هاجس 1200 على خط النهاية. اشتدت المنافسة، اشتد الصراع، اشتد الحماس. الفايز قادم لهجن الشحانية ايضا في المركز الثالث بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري. هملول لهجن الرياسة في المركز الرابع، من سيقاوم هذه الزمول للأربع على حط النهاية؟ لكن لا يزال هملول خاطف الناموس، هملول خاطف الناموس في المركز الأول. بينما هجن الشحانية بين كماشة هملول، أما هجن الرياسة شوفوا شوفوا تقدم هملول في المركز الأول، هاجس لهجن الشحانية يحتل المركز الثاني. لكن بدت السرعة، بدت السرعة، طيران إلى الآخر. الله الله الله، هملول لهجن الرياسة ينتصر، لكن شحانية، الشحانية من الجانب الآخر، شاهين لهجن الرياسة من جديد، سلطان بن محمد الوهيبي كذلك ينضم إلى ساحة المعركة، إلى ساحة التنافس في هذه اللحظة. أعود إلى المقدمة، شاهين هجن الرياسة ولكن هاجس هجن الشحانية، هجن العاصفة قادمة، هجن العاصفة قادمة. نشوف اللحظة الأخيرة، اللحظة المثيرة، ولكن الرياسة، الرياسة، الرياسة مسيطرة. هجن الشحانية تحاول، هجن العاصفة قادمة، هجن الرياسة، هجن الرياسة. هذه شاهينية، شاهينية الرياسة من خلال الانطلاقات. هذه شواهين الرياسة يتقدم، هجن الرياسة مع المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. لكن حذاري من شاهين العاصفة، حذاري من شاهين العاصفة. اللحظات الأخيرة، يا سلام، هجن العاصفة، هجن العاصفة تخطف الناموس، هجن العاصفة تنتزع المركز الأول. شاهين هجن العاصفة يخطف خامس الأشواط في هذا المساء. ثاني للهجن العاصفة، المركز الثاني شاهين هجن الرياسة، المركز الثالث هملول هجن الرياسة، المركز الرابع هملول هجن الرياسة، والمركز الخامس هاجس لهجن الشحانية يحتل المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة، هكذا هو الصراع مشاهدين الكرام، صراع من أجل الانتصار، من أجل الفوز والتفوق في هذا المشوار، مشوار التعليق ومشوار المنافسة، وكذلك من مشوار التضمير. التوقيت الزمني أمامنا على الشاشة يا أبو علي، نشاهد الآن هذه لحظات وصول شاهين إلى خط النهاية. 12 دقيقة 51 ثانية وجزء واحد من الثاني، هجن العاصفة ثانينا والثانية لغياز الهلالي. المركز الثاني كان شاهين من هجن الرياسة ب 12 دقيقة 51 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، والثانية للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، قدم كذلك عروض ممتازة. ثالث المراكز هملول لهجن الرياسة ب 12 دقيقة 52 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية ليحتل المركز الثالث، مقدما كذلك عرضا مميزا في منافسات هذه في منافسات هذا الشوط وانطلاقة شوطنا الخامس ونهايته. بعد ذلك شوط آخر قادم بالتنافس في ساحة الميدان، واحد الزملاء سيواصل التعليق في منافساته وانطلاقاته.
بسم الله.